السلام عليكم أعزائي التلاميذ. في الحصة تاع اليوم رايحين نبدأ ونحلو تمارينات في الوحدة الأولى، ونبدأ في التمرين الأول اللي راهو يبان في الشاشة. ديروا عليه كابتور باش تقدروا تبعوا معنا. في التمرين هذا رايحين نتعلموا كيفاش نوظفوا كل المعلومات اللي شفناها في الحصص السابقة. إذن ماذا يقول التمرين؟ لدراسة تطور حركية التحول بين الشوارد البيكرومات CR2O7-2- ومحلول حمض الأوكساليك C2H2O4 نمزج في اللحظة إيجالا زيغو حجما V1 يساوي 200 ملليلتر من محلول بيكرومات البوتاسيوم تركيزه المولي C1 يساوي 0.2 مول بار لتر مع حجم V2 يساوي 100 ملليلتر من محلول حمض الأوكساليك تركيزه المولي C2 يساوي 0.1 مول بار لتر. إذا راح نكتبوا هذه المعطيات. إذا لدينا شردة البيكرومات CR2O7-2- عندها المعطيات التالية. إذا لديها ماذا؟ لديها التركيز المولي CA يساوي 0.2 مول بار لتر، وعندها كذلك الحجم تاعها يساوي 200 ملليلتر، ولدينا كذلك حمض الأوكساليك اللي هو C2H2O4 المعطيات اللي هما C2 يساوي 0.1 مول بار لتر و V2 يساوي 100 ملليلتر. وعطونا هنا في التمرين هذا عطونا معادلة التفاعل أي معادلة الأكسدة الإرجاعية. إذن وهي كالتالي، عندنا CR2O7-2- AQ زائد 3 C2H2O4 AQ زائد 8 H بلس AQ تعطينا ماذا؟ 6 CO2 غاز زائد 2 CR3+ AQ زائد 7 جزيئات ماء ليكيد. إذن المطلوب السؤال الأول هو اكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة والإرجاع. طبعا احنا قبل ما نكتب المعادلتين النصفيتين نروح نشوفوا شكون هما المتفاعلين. المتفاعل الأول هو CR2O7-2- والثاني هو C2H2O4، والنتيجين هما CO2 و CR3+. لماذا؟ لأن H+ و H2O هما بالزيادة. إذا نروح نكتبو في البداية المتفاعلين. إذا CR2O7-2- مع من راهي CR2O7-2- راهي مع CR3+. إذا نديرو السهم CR3+. والمتفاعل الثاني عندنا C2H2O4 مع من راهو مع CO2. طبعا هنا نروح نوزن المعادلة الأولى. شحال عندي من CR؟ عندي ذرتين، وهنا عندي ذرة واحدة. إذا نضرب هذه في 2، ثم نروح نشوفو شحال عندي من الأكسجين. عندي 7 أكسجين. إذا حنا نوزنو بالماء بإضافة جزيء الماء. شحال نضيفو جزيء الماء؟ نضيفو 7. لماذا؟ لأنه 7 H2O معناتها راني ضفت 7 أكسجين. ثم 7 في 2 تعطينا 14، لأنه في الطرف الأول ما عندناش الهيدروجين. إذا راح نضيفو 14 من H+. إذا هنا المعادلة راهي متوازنة من حيث الذرات فقط، ولكن من حيث الشوارد ما راهيش متوازنة. لاحظوا باللي في الطرف الثاني عندنا 6 شوارد موجبة، 2 في زائد 3 تعطينا 6. أما في الطرف الأول عندي زائد 14 ناقص 2 تعطينا 12، نقص لها 6 تعطينا 6، إذا زائد 6 إلكترونات. بهذه الطريقة المعادلة راهي متوازنة. الآن نروح نشوف المعادلة الثانية. نشوف أول حاجة الكربون، عندي كربونين هنا، هنا عندي كربون واحد فقط، إذا نروح نضرب في 2. ثم شوفوا الأكسجين، 2 في 2 4، وهنا عندي 4، معناتها ما راحش نضيف جزيئات الماء. روحوا شوفوا الهيدروجين، في الطرف الأول عندي ذرتي هيدروجين، في الطرف الثاني ما عنديش، إذا راح نضيف 2 H+ ونضيفوا 2 إلكترونات. إذا هنا راني كتبت المعادلتين. المعادلة الأولى بما أنه CR2O7-2- اكتسب إلكترونات معناتها هو تفاعل إرجاع. إذا تفاعل
ارجع، وبالتالي تحصلنا على المؤكسيد اللي هو Cr2O7-. لماذا؟ لأن المؤكسيد هو كل فرد كيميائي بإمكانه اكتساب إلكترون أو أكثر. إذن هذا مؤكسيد، و Cr3+ هو المرجع. إذن هذو هما الثنائيتين. ثم بالنسبة للتفاعل الثاني، إذن بما أن C2H2O4 فقد إلكترونات، إذن فهو عبارة عن مرجع. إذن هذا عبارة عن مرجع رد، و CO2 هو اللي اكتسب إلكترونات، إذن فهو عبارة عن مؤكسيد. إذن Cr2O7-- هو مؤكسيد، و Cr3+ هو مرجع. إذن وبالتالي المعادلتين النصفيتين، معادلة الإرجاع ومعادلة الأكسدة، والثنائيتين هما، إذن الثنائيتين هما ماذا؟ عندنا نكتبوا ثنائية أوكس رد، معناتها عندنا Cr2O7-, مع من؟ مع Cr3+. إذن هذه ثنائية الأولى. ثنائية الثانية عندنا أوكس رد، معناتها CO2 مع C2H2O4. إذن أنا جاوبنا على السؤال الأول. سؤال ثاني مطلوب منا باش نشأو جدول التقدم. إذن جدول التقدم، طبعا جدول التقدم سهل، اذا كل واحد فيكم يعرف يكتب جدول التقدم او يعرف ينشئه. اذا جدول التقدم راح نديرو الخانات المناسبه، اذا 3. اول حاجه راح نكتبو المعادله. اذا اول شيء راح نكتبو معادلة اللي مدوها لنا. إذن معادلة، إذن هنا نكتبو المعادلة، ثم هنايا راح نكتبو المعادلة اللي عطاوها لنا. إذن Cr2O7-, هاكو، زائد 3 C2H2O4، هاكو، زائد 8 H+ AQ، تعطينا 6 CO2 غاز، زائد 2 Cr3+ AQ، زائد 7 جزيئات ماء. ثم احنا واش عندنا؟ عندنا كميات المادة. إذن كميات المادة، طبعا كميات المادة اللي هي الوحدة تاعها تكون بالمول، ونقسمو هذه الخانة إلى قسمين. نكتبو هنا التقدم، إذن عندنا هنا التقدم وعندي الحالة. طبعا التقدم واش نكتبو هنا في الحالة الابتدائية؟ الحالة الابتدائية، الحالة انتقالية، والحالة النهائية. إذن الحالة الابتدائية عند تي زيرو، الحالة الانتقالية عند تي، والحالة النهائية عند تي فينال. ثم في التقدم عندنا 0، عندنا اكس، وعندنا اكس فينال. الان ما ننساوش اننا لازم نقسمو على حساب شحال عندي من المتفاعلات والنواتج. اذا بهذه الطريقه ما نغلطوش. اذا هكذا، مع العلم انه الماء و اش بلس راهم بوفره، اذا هنا نكتب بوفرة، والماء كذلك بوفرة. إذن مش ما نزيدوش نروحوا ليهم هذوما. إذن هذو راهم بوفرة، هذوما خلاص. الآن نروحوا نشوفوا واش نكتبوا هنا. بالنسبة لي Cr2O7-, نكتب كمية المادة الابتدائية. وحنا نشوفوا ما لازمش نخلطوا الرموز. طبعا عطاو لنا Ca Va، معناتها نسميو هذه N1، و C2H2O4 عطاوها لنا C2 والV2، معناتها نكتب لهنا نكتب N2. ثم CO2 هنايا عندنا صفر، وهنايا عندنا صفر، مازال ما تجولناش. ثم في الحالة الانتقالية عندنا N1 ناقص المعامل ستوكيومتري، هنا هو 1، إذا مباشرة ناقص تقدم إكس. ثم في الخانة الثانية نكتب N2 ناقص المعامل ستوكيومتري اللي هو 3 في التقدم إكس. ثم بالنسبة للCO2 يتشكلنا
هنايا اكس مضروب في معامل ستوكيومتري اللي هو 6، وهنا المعامل ستوكيومتري هو 2 اكس. في الحالة النهائية واش عندنا؟ عندنا ان واحد ناقص اكس فينال، ثم ان اثنين ناقص 3 اكس فينال، ثم 6 اكس فينال 2 اكس فينال. اذا انا جاوبنا على السؤال الثاني. السؤال الثالث، ثالثا احسب تقدم الاعظمي واستنتج المتفاعل الموحد. اذا التقدم الاعظمي باش نلقاو التقدم الاعظمي نروحو لازم نفرضوا انه سي ار دو او سيت دو موا هي اللي تخلص الاولى، معناتها هو الموحد. اذا كان هو الموحد معناتها نديرو ان ا ناقص اكس فينال يساوي صفر، ونلقاو كيم اكس فينال شحال تساوي. ثم نزيدو نفرضوا انه سي دو اش دو او 4 هو الموحد، معناتها ان 2 ناقص 3 اكس فينال تساوي صفر. ثم نجبدو منايا اكس فينال ونشوفوا قيمه اكس فينال الصغيره هي اللي عندها او هو هذاك مثلا سي ار دو او 7 دو موا. اذا كانت اكس فينال تاعها صغيره هو اللي يخلص الاول، اذا كانت اكس فينال تاع سي دو اش دو او 4 هي صغيره معناتها هو اللي يخلص الاول، معناتها هو المتفاعل الموحد. اذا التقدم الاعظمي باش نوجدوه نفرض ان سي ار دو او 7 دو موا هو المتفاعل الموحد. ما معنى هذا؟ معناتها ان ا ناقص اكس فينال تساوي صفر، ومنه اكس فينال ماذا يساوي؟ يساوي ان واحد. وطبعا ان واحد نقدروا نحسبوها، ان واحد يساوي سي واحد في في واحد. سي ا عندنا والفي ا عندنا، اذا سي ا هي 0.2 في في ا هي 200 مليلتر معناتها 0.2، ما ننساوش نحولوا، معناتها نلقاو لهنا اكس فينال تساوي 4 في 10 اس ناقص 2 مول. اذا انا لقينا اكس فينال بالنسبه لي سي ار دو او 7 دو موا. نروحو نزيد نشوفو نفرضو انه، اذا نفرض ان حمض الاوكزاليك هو المتفاعل الموحد، معناتها نفرضو بانه سي دو اش دو او 4 هو المتفاعل الموحد. لذلك نروحو ندو ان 2 ناقص 3 اكس فينال تساوي صفر، ومنه نجبدو اكس فينال. اذا اكس فينال ماذا تساوي؟ تساوي ان 2 سور 3. ان 2 هي ماذا؟ سي 2 في 2 على 3. سي 2 عندنا، اذا سي 2 هي 0.1 والفي 2 هي 100 مليلتر معناتها 0.1 نقسموها على 3، معناتها اكس فينال تساوي ماذا؟ 10 اس ناقص 2 على 3، معناتها يساوي 1 على 3 في 10 اس ناقص 2. 1 على 3 هي 0.33، يساوي 0.33 في 10 اس ناقص 2 مول. ما ننساوش اننا لازم تلقاو نفس الاس هنا باش تقدروا تقارنوا بكل سهوله. يعني هنا لقينا في 10 اس ناقص 2، هنا كذلك في 10 اس ناقص 2. اذا شكون هي القيمه الصغيره؟ القيمه الصغيره هي 0.33 في 10 اس ناقص 2. اذا وبالتالي اكس ماكس يساوي 0.33 في 10 اس ناقص 2. كذلك المتفاعل الموحد هو من؟ هو سي 2 اش 2 او 4، معناتها هو حمض الاوكزاليك. اذا وبالتالي اذا ومنه قيمه التقدم الاعظمي هي ماذا؟ هي اكس ماكس تساوي 0.33 في 10 اس ناقص 2 مول. اذا المتفاعل الموحد باش نلقاوه لازم يكون نخيرو اللي عنده قيمه اقل. المتفاعل الموحد هو حمض الاوكزاليك. لماذا؟ لانه 0.33 في 10 اس ناقص 2 مول اقل من 4 في 10 اس ناقص 2 مول. اذا انا جاوبنا على السؤال 3. الان السؤال 4 هو نبينوا العلاقتين التاليتين. اذا السؤال 4 هو هناك علاقتين لازم نبينوهم.
طبعا دائما العلاقات قلنا لازم بينهم جدول التقدم. اذا بين ان اذا العلاقه الاولى هي ماذا؟ هي سي ار 3 بلس تساوي 2 في سي ار 2 او 7 دو موا ناقص تركيز سي ار 2 او 7 دو موا. طبعا هنا الابتدائي وهنا عندنا لحظة معينة. طبعا سي ار 3 بلس عندها لحظة معينة، عندها لحظة زمنية الكل نغلق القوس. اذا هذه هي العبارة المطلوبة او العلاقة المطلوبة منكم. احنا قلنا انه باش نوجدوا اي علاقة لازم دائما نروحوا لجدول التقدم. اذا جدول التقدم لازم نحطوه قدامنا هكذا. اذا من جدول التقدم لدينا، لاحظوا انه تركيز، اذا لاحظوا انه تركيز سي ار 2 او 7 دو موا، سي ار 2 او 7 دو موا، تلاحظوا هنا اذا تركيز سي ار 2 او 7 دو موا. ماذا يساوي التركيز؟ يساوي عدد المولات على الحجم. احنا قلنا دائما نروحوا نشوفوا الحاله الانتقاليه. اذا عدد المولات هي ان واحد ناقص اكس. اذا لدينا تركيز، اذا من جدول التقدم لدينا تركيز سي ار 2 او 7 دو موا عند اللحظه تي. دائما احنا نخدموا عند اللحظه تي. ماذا يساوي؟ يساوي عدد المولات اللي هي ان واحد ناقص اكس على الحجم في. وما ننساوش انه الفي هذا هو في توتال، دائما الحجم الكلي للمحلول. اذا نسقبوا هذه العلاقه شويه. اذا عندنا ان واحد على في توتال ناقص اكس على في توتال. وما ننساوش انه الاكس هذا راهو اكس دو تي، اذا عند كل لحظه. الان هذه العلاقه رقم واحد. نروحوا نزيدو نشوفوا سي ار 3 بلس. اذا سي ار 3 بلس، عفوا هنا سي ار 3 بلس ماذا يساوي من جدول التقدم؟ اذا سي ار 3 بلس يساوي عدد المولات على الحجم. عدد المولات في الحاله الانتقاليه هي ماذا؟ هي 2 اكس. اذا كذلك من جدول التقدم لدينا سي ار 3 بلس عند اللحظه تي يساوي عدد المولات اللي هي 2 اكس على في، والحجم هذا هو دائما في توتال. ثم نكتبوه ان نخرجوا منا الاكس. قلنا دائما نحلوا جمله معادلتين، نخرجوا المعادله الاولى ونزيد نخرجوا المعادله الثانيه ونروح نشوفوا المجهول اللي راهو يتكرر اللي هو اكس. دائما في كل معادله الاكس هو اللي راهو يتكرر، نخرجوا من المعادله البسيطه ونعودوا في المعادله الاخرى. اذا اكس واش يساوي؟ يساوي في توتال في سي ار 3 بلس قسمه 2. اذا اكس، اكس يساوي في توتال في تركيز سي ار 3 بلس على ماذا؟ على 2. اذا نسقموها فقط شويه. اذا تساوي في توتال، في توتال على زوج في تركيز سي ار 3 بلس. اذا هذه العلاقه رقم 2. واش نديروا بهذه العلاقه؟ هذه نروحوا نعوضوها في هذا الاكس دو تي هكذا. هذا ثاني اكس دو تي، نروحوا نعوضوها في المعادله او في العلاقه الاولى. اذا تصبح عندنا، اذا تصبح عندنا سي ار 2 او 7 دو موا عند اللحظه تي تساوي ماذا؟ يساوي ان واحد على في توتال، ان واحد على في توتال ناقص اكس دو تي على في اللي هي واحد على في توتال في الاكس. الاكس هي في توتال على 2 في تركيز سي ار 3 بلس. اذا لاحظوا هنا راح نختزلوا في توتال مع في توتال، وما ننساوش انه ان واحد على في توتال يمثل تركيز الابتدائي لسي ار 2 او 7 دو موا. اذا نكتبو، اذا سي ار 2 او 7 دو موا تساوي سي ار 2 او 7 دو موا الابتدائي ناقص ماذا؟ ناقص واحد على 2 في تركيز سي ار 3 بلس. ولكن احنا المطلوب منا هو ايجاد سي ار 3 بلس. اذا باش نلقاو سي ار 3 بلس فقط يعني نضربوا كل هذه العباره، نضربوها في 2 باش نختزلوها 2 باش ما نغلطوش فقط في العباره.
ثم اذا كي نضربوا في 2 تولي عندنا 2 سي ار 2 او 7 دو موا تركيز عند اللحظه تي عند اللحظه تي تساوي 2 في تركيز سي ار 2 او 7 دو موا ناقص خلاص هذه ضربناها في 2 نختزلوها تركيز سي ار 3 بلس طبعا تركيز سي ار 3 بلس كذلك عند لحظه معينه اذا وبالتالي دوك واش نديرو باش ما نغلطوش في الحساب كما الرياضيات نجيبو هذه سي ار 3 بلس نجيبوها للطرف الاول هي اللي نحوسو عليها طبعا وهذه نجيبوها للطرف الثاني اذا يتبادلوا الاماكن فقط اذا وبالتالي سي ار 3 بلس عند اللحظه تي تساوي ماذا؟ تساوي 2 في تركيز سي ار 2 او 7 دو موا طبعا هذه في اللحظه تي ايكال 0 ناقص هذه كي نجيبوها للطرف الثاني تولي ناقص 2 في تركيز سي ار 2 او 7 دو موا في اللحظه تي هنا نلاحظوا هناك عامل مشترك نخرجوا اللي هو 2 وبالتالي سي ار 3 بلس عند اللحظه تي تساوي 2 في كل تركيز سي ار 2 او 7 دو موا ناقص تركيز سي ار 2 او 7 دو موا عند اللحظه تي هذه الابتدائي وهذه عند اللحظه تي اذا وهي العلاقه المطلوبه اذا نكونوا قد برهنا على العلاقة الأولى إذا هذه العلاقة الأولى رايحين الآن نبرهنوا على العلاقة الثانية نشوفوا العلاقة الثانية اللي هي نبرهنوا إذا العلاقة الثانية اللي هي علاقة كذلك بسيطة إذا العلاقة الثانية بين أن تركيز سي 2 اش 2 او 4 عند اللحظه تي تساوي سي 2 على 3 سي 2 على 3 ناقص 3 على 2 في تركيز سي ار 3 بلس عند لحظه معينه اذا هذه هي العلاقه المطلوبه منا الان باش نخرجوا هذه العلاقه بنفس الطريقه نروحوا لجدول التقدم نروحوا نشوفوا دائما من جدول التقدم الحاله الانتقاليه هاي ليك الحاله الانتقاليه مطلوب منا سي 2 اش 2 او 4 هاو ليك سي 2 اش 2 او 4 نروحوا للحاله الانتقاليه عدد المولات تاعها هي ان 2 ناقص 3 اكس والتركيز هو عدد المولات على الحجم اذا من جدول التقدم دائما لدينا سي 2 اش 2 او 4 عند اللحظه تي تساوي عدد المولات اللي هي ماذا ان 2 ناقص 3 اكس على في توتال طبعا نقدروا نكتبوها بهذه الطريقه ان 2 على في توتال ناقص 3 اكس على في توتال اذا حنا كي نشوفوا في العلاقه تاعنا المطلوبه ما عندناش الفي ما عندناش الفي ا وما عندناش الفي 2 وما عندناش في توتال في العلاقه هذه ما عندها حتما رايحين نعوضوا الفي توتال هذه بالمجموع مجموع الحجوم يعني المحاليل اللي هو في ا زائد في 2 اذا لدينا في توتال يساوي في ا زائد في 2 طبعا هنا سي 2 اش 2 او 4 اذا في 1 بلس في 2 ولكن هنا في العلاقه تلاحظوا ما عندناش في ا وما عندناش الفي 2 معناتها لازم نختزلوهم كيف ذلك تلاحظوا في التمرين في المعطيات عطاولنا في ا هو 200 مليلتر والفي 2 هو 100 مليلتر معناتها لازم تتعلموا ديروا علاقه بين الحجمين اذا الفي ا هو مرتين الفي 2 يعني في ا يساوي 2 في 2 راكم تلاحظوا اذا في ا هو 200 2 في 100 يعطينا 200 معناتها زوج مرات في 2 اذا لدينا في ا يساوي 2 في 2 وبالتعويض كي نعوضوا لهنا معناتها تولي عندنا في توتال تساوي 2 في 2 زائد في 2 معناتها 2 في 2 بلس في 2 واش يعطينا اذا في توتال يساوي 3 في 2 اذا هذه
هذه ما تنساوهاش احبائي، دائما دائما لازم تلاحظوا مليح الحجوم باش ديروا علاقه بيناتهم. اذا الان نروح للمعادله تاعي او العلاقه تاعي اللي خرجتها ونعوض فيها في توتال، نعوضها ب 3 في 2. اذا لدينا سي 2 اتش 2 او 4 عند اللحظه تي تساوي ان 2. ان 2 طبعا هي ماذا؟ هي سي 2 فوا في 2 على في توتال. في توتال انا خرجناها هي 3 في 2 ناقص 3 على في توتال في اكس. اذا هذه رانا كتبناها. الان واش تلاحظوا؟ تلاحظوا انه في 2 مع الفي 2 يروح، وبالتالي سي 2 اتش 2 او 4 عند اللحظه تي تساوي ماذا؟ سي 2 على 3 ناقص 3 على في توتال في اكس. اذا هذه هي العلاقه الاولى او المعادله الاولى. اذا هذه واحد. الان نروحوا نشوفوا العباره الثانيه اللي لازم نخرجوها، لازم تكون دلاله سي ار 3 بلس. اذا نروحوا نشوفوا سي ار 3 بلس. قلنا هي عباره عن تركيز سي ار 3 بلس يساوي عدد المولات في الحاله الانتقاليه على في توتال، وعدد المولات هو 2 اكس. اذا من جهه اخرى لدينا تركيز سي ار 3 بلس يساوي عدد المولات قلنا هي 2 اكس على في توتال. منا نخرجوا الاكس، خرجوا الاكس تساوي ماذا؟ يساوي في توتال في تركيز سي ار 3 بلس، تركيز سي ار 3 بلس على 2. اذا نسقموها شويه، اكس تساوي في توتال على 2 في تركيز سي ار 3 بلس. اذا شوفوا معايا هذه العلاقه، هذه العباره. اذا العباره هذه لازم نعوضوها في العباره الاولى. اذا نشوفوا معايا هذا الاكس، قلنا دائما لازم نخرجوا علاقه من احدى المعادلتين ونعوضوها في المعادله السابقه. طبعا المعادله السابقه هذه هي واحد، هذه المعادله او هذه العباره نعوضوا فيها في بلاست الاكس. اذا هاي ليك نجيبوا هذا الاكس، نجيبوها لهنا. اذا كيفاش تولي عندي المعادله او العباره؟ تولي عندي سي 2 اش 2 او 4 عند اللحظه تي تساوي ماذا؟ تساوي سي 2 سور 3 ناقص 3 على في توتال في اكس. الاكس طبعا هي هذه العباره كامل، هي في توتال على 2 في تركيز سي ار 3 بلس. تلاحظوا هنا في توتال مع في توتال تروح، وتولي عندنا العلاقه التاليه. اذا العلاقه تصبح كما يلي: سي 2 اتش 2 او 4 عند اللحظه تي تساوي سي 2 سور 3 ناقص 3 على 2 في تركيز سي ار 3 بلس. طبعا هنايا في اللحظه تي، هنا في اللحظه تي، وهنا واش راكم تلاحظوا؟ اننا قد تحصلنا على العلاقه المطلوبه. شوفوا العلاقه المطلوبه هاي ليك، طبعا في اللحظه تي سي 2 اتش 2 او 4 يساوي سي 2 سور 3 ناقص 3 على 2 في تركيز سي ار 3 بلس في اللحظه تي. ونكون وصلنا الى نهايه هذا التمرين، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. الى الحصه المقبله ان شاء الله.